قال سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، للتصديق بالرجعة وبأطوعة الرجعة وباحتمال الرجعة ولو على نحو الاحتمال. لماذا نكفر؟ لماذا نقتل؟ لماذا نخرج من الدين ومن الإسلام لأننا نقول بالرجعة؟ هل أنكم تقرؤون القرآن وتحفظون القرآن لا يتجاوز تراقيكم؟ ماذا بكم أيها الخوارج المارقة؟ قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة.